السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يمسيكم كل خير يا رب العالمين. قبل كل شيء صلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليه. ما زلنا وياكم في برنامج الارتباطات الإحسان، برنامج لربط الآيات المتشابهات بأسلوب سهل وبسيط. ربطنا اليوم من خلال معنى الصورة، ربط جميل ورائع. خلكم معنا، رح ناخذ مثال للربط الذهني من خلال معنى الصورة. وأول مثال معنا في سورة النساء، في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فهذه الآية تتشابه مع آية أخرى في سورة المائدة، في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فنلاحظ أن الآيات متشابهة، إلا أنها تختلف في لفظ القسط ولله من خلال التقديم والتأخير. وحتى نربطها ربط ذهني من خلال معنى السورة، فنقول أن الرجل إذا كان عنده أكثر من امرأة فلا بد له من أن يقسط بينهم، أي يعدل بينهم. فتذكر هنا تقديم لفظ القسط. والإنسان إذا جلس على المائدة فلا بد له قبل أن يأكل أن يسمي بالله، فتذكر هنا تقديم لفظ الله. وهنا راح تضبطها وما تشكل عليك بإذن الله جل وعلا. راح ناخذ مثال آخر للربط الذهني من خلال معنى السورة، في سورة الحجر، في قول الله جل وعلا: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. هذه الآية تتشابه مع آية أخرى في سورة الشعراء، في قول الله جل وعلا: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فنلاحظ أن الآيات متشابهة، إلا أنها تختلف في نهايتها في لفظ آمنين وفارهين. وحتى نربطها ربط ذهني من خلال معنى السورة، فنقول أن من يدخل إلى أي حجر يشعر بشيء من الرهبة فيريد الأمان، فتذكر لفظ آمنين. وغالب الشعراء يذهبون إلى القصور الفارهة ليمدحوا الأمراء وأصحاب الأموال، فتذكر لفظ فارهين. وهنا راح تضبطها وما تشكل عليك بإذن الله جل وعلا. زي ما شفنا مع بعض، الربط الذهني من خلال معنى السورة ربط بسيط وسهل، وهذا مفتاح ممكنك تستخدمه أنت في بعض الآيات التي تشكل عليك. موعدنا وإياكم مع ربط ذهني جديد في الأيام القادمة بإذن الله جل وعلا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. تحياتي لكم.